صاحبي مش هو وحده مات، كتار اللي راحوا بحروا بالطغاة. مات الصبي مش هو وحده مات، كتار اللي راحوا بحروا بالطغاة. كتار اللي نشفت دمعتن، كتار اللي دبلت وردتن. كتار اللي نشفت دمعتن، كتار اللي دبلت وردتن. كلن لأنن بيحبوا الحياة، كلن لأنن بيحبوا الحياة. وأمل ما كرسح الحزن، لخافت قتلو لسجن. وأمل ما كرسح الحزن، لخافت قتلو لسجن. شافت جماعة مش يقمعن، صرخت على مسمعن. كلن لأنن بيحبوا الحياة. والله يا آية، وأنا كمان عم فكر هاجر مثلي مثل كل هالسوريين. بدي اركب البحر واطلع لعند ياسر، يعني مو معقول نضلنا هيك كل واحد ببلد. الناس اللي قاعدين ببيوتهم وصلنا باسبوع ما داروا لقمة خبز وحدة. إذا بدنا نستنى الطيران لحتى يوقف قصف الناس بموتوا بالجوع. نحن بدنا نستلم شوية مساعدات جايبين التنسيقيات من السويدة، قمح وطحين ودواء، رح نستلمهم بأسفل الوادي. طريق الوادي أنا بعرفه منيح. وقبل ما تروحوا رح أحكيلكم عن البيت اللي رح توصلوا له بالضبط. ليش معنا؟ ما رح تكون معنا؟ لا والله ما رح تكون معكم، بدي أطلع الفرن أعمل عجنة خبز، الناس غيوبين ما أكلت. لك انت بتعرفني كتير منيح، نحن اخوات ربيانين بالحاره سوا، معقول تشك فيني؟ اللحظه اللي استشهد فيها اخي جواد انا ما ضل عندي اخوات، ما حدا بيحس بالوجع اللي صار. Thank you.
شباب؟ بين معكم شيء؟ لا ما بين شيء. شوفت عينك معلم، راح المال وراح الحلال. طيب شو سارقين؟ المقهر انه ما سارقين شيء، الغلي وباخذها معي على البيت. اصلا ما انا مستاهل يعني هيك اذى وتخريب بس. بتشك بحدا، بتتهم حدا. شو عم صير؟ لا أخي لا، أنا مثل ما قلت لك هاي البلد ما عاد يمشى فيها إلا الواحد يكون حاطط فرد على خصره وين ما راح. أستاذ رامز، في مجال تطلع وتخلينا نكمل شغلنا؟ على فكرة أنتوا بس هذا اللي شاطرين فيه، تعطونا أوامر إلهم بس. بس على كل حال أخي حاتم، ترك كل شيء مثل ما هو. أنا اليوم هون بدي أعمل بين الخراب مؤتمر صحفي، وبدي اعمل حملة تضامن معك. اطلع لقلك. شو معلم غياس؟ خليه يعمل مؤتمر؟ هاي حريتكم الشخصية. ماشي. شرفوا شباب. مع السلامة. شوفي شو صاير؟ أهلين عمار، صباح الخير. كيفك؟ كيف؟ إيه؟ حاتم هلأ بخير؟ أيوة. بده يعمل مؤتمر صحفي مثل البوم بيقعد على الخراب. ماشي ماشي عمار، مع السلامة. شو صاير؟ هذا عمار قال صاير تخريب بمقهى حاتم، ورامز أفندي بده يعمل مؤتمر صحفي هنيك. ذكرني بالنظام بأول الثورة، لما كان يفتعل حدث ويكون مجهز الكاميرات تبع التلفزيون، بعدين بيعمل مؤتمر صحفي وخلال دقيقتين بينقي الإرهابيين اللي بده اياهم. بالضبط، لأنه نحن لازم نرجع نتضامن كلياتنا مع بعض ليرجعوا يلتفتوا لأمن الناس. تماماً. وأنت إذا حابة تدعي أي حدا من زملائك الصحفيين كمان أهلا وسهلا. وأنا إذا عجبتني التغطية أنا بعرف طيب خاطركم. تمام؟ ماشي، شكراً كثير، مع السلامة. ليش هيك عم تطلع فيني؟ والله جاي غطي من قلبه رب. أنا معجب بحضورك. أصدقائي، اللي صار لقهوة الأخ حاتم ومن قبله لمستودع الإغاثة وغيره وغيراته من السرقات اللي عم تصير، هذا كله رح يكلفنا ثمن غالي إذا ما شدينا صفوفنا وتضامنا مع بعض لحتى نعمل أمن وشرطة. شوفت عينكم. قال جايين يحمونا التغطية الصحفية. ما يروحوا أول شيء يشوفوا الناس اللي عم تسرق وعم تخرب. وهلأ أنا وحزبنا موافقين على الانتخابات الجاية، لأنه هي اللي رح تفرز الصح من الغلط. وبعد هاي الانتخابات رح يتشكل قادة ليديروا الأمن. وبوعدكن إذا فاز حزبنا رح خليكن تشوفوا الفرق بالأمن والأمان. وهلأ من هون أنا بعلن تضامن حزبنا مع الأخ حاتم،
وغير هيك حزبنا رح يتكفل بإصلاح كل الأضرار اللي صارت بالقهوة. وهلا اللي بحب يسأل أي سؤال أنا جاهز للرد. تفضل. لو سمحت، أنا سؤالي عن الحدث نفسه، هل هو نوع من التضامن مع قهوة حاتم ولا دعاية سياسية بما أنكم حزب جديد؟ أنا بالنسبة لألي اثنيناتهم بيصبوا بنفس الاتجاه. نعم. لأنه حزبنا نحن للناس، وغير هيك رح تلاقينا موجودين بكل مكان حتى نغطي الحقيقة مثلكم أنتو الصحفيين. في حدا بحب يسأل أي سؤال تاني؟ أستاذ رامز، بجد بنصلحوا القهوة؟ طبعا، نحن وعدنا ودائما حزبنا إذا وعد أكيد رح يوفي. في حدا بحب يسأل سؤال تاني يا جماعة؟ تقريبا هذا كل شيء. فكرتك لحماية المؤتمر الصحفي كانت فكرة كتير منيحة. يعني صحيح هي بتبين صغيرة بس دلالاتها كبيرة. طيب شو رأيك تكافئنا بشي سيجارة؟ شرف. استلموه. والله يا غياس، صار جاني أكثر من سؤال عن موضوع نايف. مستغربين كتير كيف لهلا نحن ما عم نقدر نمسك راس خيط بخصه. تمام حال، السؤال بمطرحه. وأنا صرت شبه متأكد إنه نايف له علاقة بقصة تهريبة شاكر ومقتل. المشكلة إنه عبد السلام ما رضي أن يعترف، عم بيقول إنه كل تحركاته كانت وهو مطمش. أهلين أبو العز. هلا هلا. الحمد لله على السلامة. هلا يا حب. والله العظيم اشتقت لكم كثير. ونحن اشتقنا لك. بشرنا. لا الحمد لله، هلا بشكل عام الأمور كثير منيحة، صار في لجنة اجتماعية مشتركة إلى وزنة واحترامها بين الناس على مستوى درعا والسويدة. كثير منيح. طبعا يعني فينا نقول انه لا حدا فينا يزرع مشاكل ولا حدا فينا يوزع فتن. ممتاز، تعالوا اقعد احكي لنا التفاصيل، لا تقضي لنا اياها هيك بشكل عام. انا رح اعمل لكم كاستين شاي يا شباب. يعني يعني على شوي كان قنعني إلي أنا أقدم طلب انتساب للحزب تبعه. قال بيتهمونا نحن جماعة الإذاعات إنه شاطرين بالحكي وهن السياسيين بيطمرونا طمر فيه. تكلم وما حكى عن التزامه بقضايا الجماهير الكادحة والتزامه بمشاكل الناس وهمومها كمان ومن هالعلاك. طبعاً طبعاً، زعيم أضرب وأطرح الزلمة. هاي خطابات القرن الفائت، صاروا متعلمين منيح وصار هيك عم بيحكوا فيها مثل الببغاوات. على القليلة عم بيصلح له لحاتم القهوة. ليكي مو بس حاتم، يعني الزلمة وعد انه سوف يعوض لجميع الذين تضرروا والذين سوف يتضررون. كان يجي يتبرع وقت المستودع احترق. هو كل شيء عم بيعمله اصلا جكارة فينا. هلا بيني وبينكم، نص حكيو بالقهوة كان لفوا دوران ليلطش يا عليكم يا على إيهاب. لك الجيش الحر، الشرطة، الأمن، كله أكله لطش. الناس بعد يلي مر عليها صار صعب نضحك عليها بكم كلمة وكم مساعدة من هون ولا من هون. لك يا جماعة، والله حاتم درويش بجوز قبل المساعدة لأنه بحاجة ولأنه قلبه طيب وبس. هلأ للأمانة يا عمي أبو رائف، أنا شفت الشباب عم ينكشوا من تحت لتحت لحاتم إنه قباله على الساكت، وأولن عمار. عفواً؟ ها شرف. كأني سمعت سيرة عمار. ما لا
لا ابدا، بس كنت عم فكر انه بلكي قنعك الاستاذ رامز وقدمت طلب انتساب للحزب اللي عنده. ايه مزبوط، والله مزبوط، قنعني الاستاذ رامز، قال لي اذا بتنتسب للحزب تبعي رح عينك مدير للاذاعه والتلفزيون. يا جكر باذاعتك يا استاذ. يا الله شباب، شو مهضومين شو مزوحين. والله يا معلم كنت كثير موفق. شايف والله، بكره كل الدنيا رح تحكي فيها. شو انت كأنه مسترخي كثير؟ ما عندك شي شغلة تعملها يعني؟ جدول أعمالنا كثير طويل. طيب يلا، جدول أعمالنا طويل، يلا قوم تحرك. طيب يلا. أهلين أبو راشد. ما بدي أخذ من وقتك، بس قد ما حكوا معي عائلة مراد لحتى أتشكرك باسمهم. لأنك طمنتيهم وخليتي أبوهم يحكي معهم. وسلمي لي كمان على إيهاب. لا شكر على شو؟ يعني هذا طبيعي واجب بين الناس. مشكلة إنه نحن بظرف بلد أبداً مانو طبيعي وكتير معقد، يعني حقهم يخافوا عليه. بالضبط هيك. أنت المرة الماضية زعلتي مني. لأن حكيت عن الفوضى. كيف اختلط الحابل بالنابل؟ أبو راشد خلينا ما نفوت بأمور جانبية، خلص يعني الجماعة اطمنوا على مراد. رجع أخذ على خاطرك مني؟ لأنه بالنتيجة بدك تضل تأخذ وتعطي لحتى توصل، لأنه الجيش الحر هو اللي عمل الفوضى مشان تتهربوا من المسؤولية. مفكرين إنه نحن رح ننسى يعني؟ ما أنتوا كنتوا النظام، يعني أنتوا المسؤولين أمام القانون عن البلد وعن اللي عم يصير فيه. لك إذا حيت مدرسة نهار ببلد بيحترم حاله، الحكومة كلها بتتحمل المسؤولية وبتستقيل. بقى كيف لما تقصفوا المدارس وتقصفوا المشافي وتقصفوا الأفران؟ لا تخليني أحكي أكثر من هيك عن جد يعني أبو راشد. النظام بيعرف إنه لو في فرصة سانحة للناس لتاخد قرار بدون خسائر كبيرة، صدقيني بيفيق ما بلغي حدا حولي. موافقة معك، وأكيد أنا ما عم بتهم الناس، بس كمان أنتوا ما تتهموا الجيش الحر يلي عاش كل هاي النكبة مو ملاقي بيتي يقاوي عيلته فيه. يعني اللي حارب مع النظام ما عاش النكبة، ما فقد عز ما عنده، لازم يصير في معجزة تنقذ البلد من نكبتها. ما هي هون المشكلة، إنه الكل عم يستنى معجزة وما حدا عم يساعد إنه يلاقي حل حقيقي. لاقوا حل، لازم كل الناس تلاقي حل، حتى أقرب الناس للنظام. خلاص أبو راشد خلاص، خلينا نطمن عليك وعلى العيلة. إيه شفتي كيف خفتي علي؟ يعني بتعرفي شو بصير فيني إذا ماشي؟ أنا هيك من ضيقة الخلق بلاقي متنفس معك. إن شاء الله تبقى بخير، وسلم على عائلة مراد وقلهم سلام مني ومن إيهاب. الله يسلمك. وأنتوا كمان ديروا بالكم على حالكم، وإن شاء الله ترجعوا على بيوتكم بخير وسلامة. إن شاء الله. مرحبا أمل. أهلين أبو زهير. بس ما أكون تأخرت عليكي. لا 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 أبدا، تفضل. يلا أحضر فنجان قهوة. بوقتها. شو كيف كان الطريق؟ تمام، ما في شيء كثير. هلا ضيعتوا لنا المشروع الحلم بالتفقيسات. انا ما صدقت لقيت صبيه امرا تحكي بنعومه بدل كلام السياسي القاسي والدج. يا اخي شو دراك انه انا قادره اكتب ومثل هيك شيء؟ يعني بلكي طفشت لك الجمهور. طفشك الك. حدا بيروح معي لعند سارة؟ ايه انا بروح معك هدى. ايه وانا كمان. يلا.
هدى امي ابقوا طمنونا عنا كمان. ماشي. تجددوا قهوة. كيف راح بالنا نطمن على سارة؟ والله ما بعرف، شغلونا بقصص من الشغل. شو عرفني رح أعلق هون؟ والوضع رح يكون صعب هيك؟ ما عرف، خلص ما رح نعيد الحكي. والحمل شو رح يصير فيه؟ أنا ورحمة البحر علي وعلى الجميع. صدقيني الناس ملت كتير من الشعارات السياسية الطنانة والكبيرة، صار بدها حدا يحكي بهمومها اليومية، بمشاكلها، بمتطلباتها. بعدين نحن داخلين انتخابات محلية لمجلس محلي، ما لنا داخلين انتخابات برلمانية أو رئاسية، لذلك بشوف كتير ضروري يكون خطابنا مختلف. بس ملف اللاجئين وعودتهم هو ملف إنساني، والمفروض يكون في جو سياسي واضح المعالم ومطمئن للعالم. صحيح، بس مجرد جو الانتخابات والناس تشوف انه في لوائح انتخابيه ومزاحمه ونتائج جديده، هذا بحد ذاته هو رساله سياسيه وضحت المعالم لكل الناس. نحن بمرحله مطلوب مننا فعل، ما عاد مطلوب مننا امنيات وتسويف. هيك انا رايي. طبعا بدي اخذ برايك ابو زهير، اصلا لازم يكون في مراكز بحوث تعمل معلومات جديده وتعطيها لاصحاب القرار. يا عيني عليكي، بتعرفي ليش انا مبسوط فيكم وكثير حاببكم؟ لأنه حاسس إنه في دم جديد عم يمشي بهالبلد. هذا خطاب يبني ما بيهدم. للأسف جيلنا ناضل كتير بس عاش بقوقعة. فوق منا كان في قمع النظام وسجونه ومعتقلاته. انعزلنا أكثر وأكثر. للأسف نحن ما أنجزنا شيء. نحن فقط عشنا وهم الإنجاز. طموحنا كتير كبير أبو زهير. إن شاء الله نقدر نمسك راس الخيط صح حتى نمشي صح. يقول لي خلاص
خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم. وانا عايز بطلوا الفيلم وودعوا النور. وانا عايز وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح. وانا عايز خال وفتحوا البيبان بعد كم سنة ممكن كرة تصير جدا والموظفين في العالم. وانا عايز واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه. وانا عايز وجي المحافظ ومدير الامن والعالم. وانا عايز والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساجد شعبيه. يجيبوا لي سندوتشات اكلها بيبس وكلها اشربها. هما فاكريني بعيط علشان الفيلم. امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟ الجزمه كانت ضيقه عليا. ما لازم نخليها تكسرنا. ما لازم ويلات الحرب تقدر تكسرنا من جوا. نحن عم نفتح ورقنا على شي جديد. صاحب هالنافذة الجديدة هو زميلي سامح. يسعد أوقاتك آية. الحقيقة كنت محضر مقدمة طويلة بس بعد الطريقة اللي قدمتيني فيها ما ضل عندي شي أقوله. برنامجي هو صوتنا، طريقتنا للتعامل مع المشاكل المحيطة فينا كل يوم. مشاهد تمثيلية بسيطة بتحاكي الواقع بطريقة ساخرة. يمكن السخرية هي الحل الوحيد لنحافظ على مسافة من الجنون اللي داير حوالينا. وقبل ما أعقد الموضوع بالحكي عنه أكثر، بترككم مع آية، الزميلة اللي ما ترددت قبل ما تقدم لي منصة أحكي أفكاري من خلالها. شكراً آية، شكراً لكل المستمعين. هذا هو سامح، واحد من أولاد البلد. سمعتوه مثل ما أنا سمعته ولقيته عم يحكي بدون تكلفة وبرواز ولف ودوران. حبيت طريقته، قلت الناس عبقى قلوبها من الهم والعنف وصوت رصاص والطيران والنزوح ومشاكله. لازم تبتسم قدام مشاكلها منشان تقدر تواجهها وتصمد، وما لازم تغرق بالهم أكتر وأكتر. وهيك على بياض قررنا إنه نبلش. تابعوا معي ومع سامح صوت البلد مع أولاد البلد. وهلأ مستمعينا رح أترككم مع أغنية للدرويش. غريب بسلامة العلة يا طيب، حل الغضب يقنعني انه الكتابة فعل نخبوي. طيب ورا نفس الحيط واقفين بس ما يعني تستوطوه، اولاد البلد ما بيستوطنوه. انا غريب ما بتشوفني بمعهد عالي ولا صوتي بينطوه، الاحسن يكون للناس ويزلطوه. جابوا التمدن عدساني فكبيت لهم بحر غلطوه. ماني جندي لا اوساق، قطعوا ايدي لا اوساق، عطشنا خنقوا الساقي لا اوساق. لا يسري بنا الله ليلا على البرميل، يصلبنا العناق بلا ازميل. واقفين على باب القيامة فاتحين دق ارتجال مع اسرافيل. اذا خسر بيعتزل واذا خسرنا بندخل، بس الجمهور اخذ برطيل. موتوه من الشوع وفتحوا له نوافذ تمويل. فعمين التعويل لما تصير الفكرة السجن، تجار عويل اشترونا بالحزن. قال لي راسي اذا السلم لغة العقلاء جن. انا مقاتل فاللي عم تسمعه ليس بفن، ليس بفن، ليس بفن، ليس بفن، ليس بفن. خلص انت يروح ما عليك. هدى شو عم تحكي؟ ما رح روح لحتى وصلكم واطمن عليكم. شبك ست مادلين؟ حاسك بالك مشغول. سمعت انه في قسم من المساجين لقيته ما يمكن يطلع. حاسه انه بركي جوزي عبد الله بيكون واحد منهم. لك الله يسمع منك ان شاء الله يا رب، الله يفرج همك وهمه. لما كانوا الشباب والصبايا قاعدين عم بيمزحوا ورجعوني سنين لورا،
تذكرت عبد الله لما كنا بالجامعة وكنا نروح ونصيع ونمزح مع الكل ونحكي مع الكل ونروح نمشي بشوارع دمشق القديمة. ذكريات. اي والله ذكريات. سألنا صارت كل أحاديثنا مرتبطة بالماضي، والماضي الحكي عنه والله بيوجع، والله بيوجع يا ست مادلين. لك تخيلي هي الشام الحلوة عم يبيعوها قطعة قطعة وشبر شبر، لك بدهم الغريبين يستحلوا البلد وأهل البلد يطلعوا برا، مو شي بجنن. للأسف يا ست مادلين، للأسف. شو أمي؟ يلا أمي جاية. وأنا كمان ماشي. ألو إيهاب، لك شو هالحكي؟ طيب خليك معي أول بأول، ها وخبرني شو عم يصير. مع السلامة. شو هالمصيبة اللي ابتلوا فيها السوريين؟ يا عفو الله. خير إن شاء الله. أهل إدلب طلعوا يتظاهروا ضد جبهة النصرة، عم فتحوا عليهم النار وصار في شغل. تجربة الجيش الوطني لازم تتعمم بأقصى سرعة، لازم العالم تحس إنه في جيش عم يحميها من العصابات ومن النظام. وعم يسألكن دقتوا الأكل الشامي من عند أبو جاد؟ أبو جاد طلع من الغوطة المنكوبة ليبعد عن الحرب، مشي بطرقات صعبة ومعرجة ومختلفة، ومين إيد لإيد ضحكوا عليه المهربين وأخذوا مصرياته. بقي معه مبلغ صغير وصل فيه على إسطنبول، هون طلعت معه فكرة إنه يساوي أكل ببيته هو وزوجته ويعمل دعاية إنه مستعد لتوصيل كافة الطلبيات، ودبر موتور صغير على قده. ويوم عن يوم أبو جاد صار معروف عند كتير من الورش والشركات اللي بتطلب أكل جاهز للي بيشتغلوا عنده، والله فتحها بوجهه وقال له خود. هلأ أبو جاد صار عنده مطعمين ولساته أكله نظيف ولساته أكله كله ذوق وسعره كتير رخيص. أبو جاد ما حب يطلع معنا، بس حب يقلكن إنه السنون السوري شاطر إذا حط براسه إنه ينجح. وأنا بقلكن إنه حكايانا لسه ما خلصت، وكل يوم في عنا حكاية لحد ما يرجع السنون يبني عشره بقلب سوريا. سلامات. أهلين خي هشام. أهلين هشام. خير خير. نحن حابين نشكل جدول لعودة المهجرين لمناطقهم، يعني حابين كل شيء يكون منظم، ما بدنا يصير أي فوضى، خاصة قبل ما تبلش الانتخابات. ممتاز. بكرة أنا بعمل اجتماع مع القيادة المشتركة ومنعمل لجنة مع لجنتكم. كتير منيح. هلأ الشيء الأهم بقى أنه عزيز كان بمهمة بصفته من الجيش الحر، والمعلومات اللي عنده اياها حابب انه يحطها بعهدتكم، لانه خلص قرر يكون معنا بجهاز الشرطه. خلاص بطلت حاجتنا خلاص. هاي المعلومات من هلا صارت بتخصك. يسلموا الديات وحمد لله على السلامه. على راسي، بالعكس هذا واجبنا. خير، اللهم اجعله خير. شو في شغلتي لي بالي؟ بابا لسه ما اجى من امبارح. شلون يعني؟ وين راح؟ ما بعرف.
أهلين مادلين. لا أنا بالمركز خير. كيف؟ أبو زهير مو مبين؟ شو هالحكي؟ هشام بجوبر وبيحرسته بدون ماشي طيب. طيب طيب جاي فورك. خير؟ والله ما باري علمي علمك. أهلا وسهلا بأبو زهير، نورت المكان وأنستنا والله. بس طمني إن شاء الله ما حدا من الشباب أذاك، لأنه أنا بكره العنف ضده. أنتو مين؟ شو بدكن؟ نحن ما بدنا منك شيء، بس حبينا نستضيفك عنا كم يوم، وإذا صار في وقت وعدنا نحكي ممكن نستفيد من خبرتك بهي الحياة. بعدين لا تخاف، لو بدنا نأذيك كنا جبنا البنت غنوة. اوعى قلت لك لا تخاف، غنوة حتى وهي هنيك بحمايتنا. بعدين انا بعرف انه اهلها ماتوا بالقصف وانت تبنيتها، وبصراحة كتير احترمتك على هذا الفعل، لانه انا شخصيا كنت بدي حدا يتبناني، بس للأسف ما حدا تبناني. تبنيت حالي وكبرت حالي لوصلت لهون، ولحتى استضفتك عندي. بقطع عيدي إذا مانك راس الحية.